السلام عليكم، يعطيكم العافية للجميع. شفنا في المحاضرة السابقة بلشنا في المرحلة الجديدة في الداتابيز، اللي هي عملية برمجة الداتابيز، نبني الداتابيز بناء على ريليشن داتا موديل اللي احنا صممناه في المرحلة الأولى. وراح نعمل بناء الداتابيز باستخدام أوامر الـ SQL. في هناك أوامر SQL 7 راح نأخذهم خلال هذا الشابتر، له علاقة في بناء الداتابيز والتعامل مع بيانات الداتابيز. فشفنا الأوامر تنقسم إلى فئتين، الفئة الأولى اللي هي DDL كوماند زي الكرييت الألتر الدروب، هذول بيتعلقوا في عملية بناء الداتابيز وتعديل بناء الداتابيز. والنوع الثاني أو الفئة الثانية من الكوماندز اللي هي الدي ام ال، وهي تتعلق في عمليه معالجه البيانات المخزنه داخل الداتابيز زي الانسيرت الديليت الابديت والسيلكت. فهاي الاوامر السبعه راح نعمل فوكس عليها، في اوامر اخرى بس احنا راح نعمل فوكس على الاوامر السبعه هذول، حيث انه نقدر نتعامل مع بناء الداتابيز ومعالجة البيانات الموجوده بداخلها. شفنا المرة الماضية بلشنا في أول أمر أو أمر الكرييت، اللي هو هدفه بناء أي أوبجكت موجود داخل الداتابيز، بستخدم الكرييت في عملية بنائه. شفنا كيف نبني كرييت سكيما اللي هي مظلة لمجموعة تيبلز، كرييت تيبل، كرييت دومين. فأنا بستخدم الكرييت لعملية بناء أي أوبجكت، أي كونستراكت موجود داخل الداتابيز. وقفنا المرة الماضية على كرييت تيبل، إذا بتذكروا قلنا انه لتنشئ اي تيبل لابد انك انت تحكي عنه بالصوره التاليه، كرييت تيبل، هذا الكيورد نستخدمه، ومن ثم تذكر اسم التيبل، بعد هيك تفتح قوسين وتذكر او نبلش في بناء الكولومز المكونه لهذا التيبل. طبعا لتبني اي كولوم لابد على الاقل تذكر اسم هذا الكولوم، ومن ثم الداتا تايب لهذا الكولوم، والكونسترين ان وجد. فهاي الثلاث امور لازم انها تكون موجوده مع بناء الكولومز، صح؟ اسم الكولوم، الداتا تايب للكولوم، والكونسترين ان وجد. اوكي، طبعا تحدثنا عن الداتا تايبز المره الماضيه. الداتا تايبز لابد انها تكون طبعا في هناك عنا او راح نركز على ثلاث انواع من الداتا تايبز المهمه، اللي هي السترينج، وراح ابنيها باستخدام الكار والفار كار، وشرحنا عنه بالسهاب من المره الماضيه. بعد هيك النمبر سواء كان ديسيمال ولا انتجر، وقلنا في هناك خلينا نحكي ادوات او داتا تايبس مباشره لبناء الديسيمال والانتجر زي الديسيمال والانتجر. وفي عندنا النمبر اللي بيبني او بيمثل الانتجر والفلوتنج بوينت نمبر طريقه غير مباشره، وشرحنا عنها تفاصيل كاملة المحاضرة السابقة. وفي عنا كمان الداتا تايب ديت، هذا الديت اللي أنا بيمثل لي طبعا اليوم والشهر والسنة كإنبوت. اليوم راح نكمل على أمر الكرييت ونتحدث عن الكونسترينت. الكونسترينت أو هي القيود والشروط اللي لازم توفرها في الداتا اللي راح أخزنها داخل هاي الكولومز. فممكن هاي تكون القيود والشروط موجهة لـ individual columns، أو تكون موجهة للتيبل كامل أو لمجموعة تيبلز. فراح نتحدث بأنواع الكونسترينت الممكن أنا أستخدمها داخل التيبل بشكل عام. أول كونسترينت راح نحكي عنه واللي هو التايب. فبمجرد أنك أنت حددت داتا تايب لكولوم معين، هيك أنت حددت كونسترينت له. وبتتذكروا انه احنا سمينا هذا الكونسترينت دومين كونسترينت، فبالتالي الداتا تايب هي بمثابه قيد وشرط للقيمه المخزنه داخل هذا الكولوم. معناته هذا الكولوم كان نوعه سترينج، معناته انا لازم اعطيه قيمه سترينج. اذا كان نوعه انتجر لازم اعطيه نوعه انتجر. فبالتالي اي قيمه غير متوافقه مع الداتا تايب المقابل لها على طول الدي بي ام اس راح يعطيني ايرور. فهذا اول انواع الكونسترينت المستخدمه معنا داخل امر التيبل. الكونسترينت رقم اثنين او النوع الثاني من المثال الاخر على الكونسترينت النوت نال. نوت نال، شو المقصود بالنوت نال؟
نطمئن هون نعطي مثال عليه، نلاحظ يعني أنا داخل أمر داخل بناء إلى التابل البروجكت، وأنا قلت له البي نيم بدي يكون نوعها فاركار 15 ونطمل. أنا أعطيت له كونسترينت للبي نيم، شو يعني هذا الكونسترينت؟ معناته هذا الكونسترينت هذا البي نيم ممنوع تكون قيمه نل. طبعا شو يعني نل؟ ممنوع تكون فراغ، لازم تعطيها قيمة. صح. مثال آخر، البي نمبر نوعه انتجر وأعطيته كونسترينت بي نن نوت نل، معناته شو؟ معناته ممنوع تكون قيمه نل. معناته إذا أنت حاولت تدخل تابل جديد على البروجكت لازم تكون خانة البي نيم والبي نمبر والدي نم عندي بهذا المثال إلها قيم. لو حاولت انك انت تعطي هذا التبل بدون قيم لاي واحد منهم، على طول الدي بي ام اس برفض هذا الادخال وبحكي في عنا عمليه مخالفه للناتنال كونسترينت. لكن لو طلعنا على البي لوكيشن، هون البي لوكيشن نوعه فاركار 15 لكن ما اعطيته اي كونسترينت، معناته البي لوكيشن بامكانك انك يكون له قيمه، ممكن يكون ما يكونش له قيمه داخل التبل المدخل على هذا البروجكت. وضحت فكرة النطنل. وإذا أنت بتشوفوا بعض الابليكيشنز، مثلا بدك تعبي أنت فورم معين بيجبرك تدخل حقول معينة، هاي الحقول ما بتقدر أنك أنت تعمل سبمت لهذا الفورم إلا إذا كنت مدخل قيم إلهم. طب كيف بيعملوها هاي؟ من خلال النطنل كونسترينت، من خلال النطنل كونسترينت. أوكي، فأنت بتجبر اليوزر أن يدخل قيم لكولومز معينة، فممنوع عملية إدخال تكون صحيحة وكاملة إلا إذا أعطيت هاي القيم للنوت نل. وضحت الفكرة؟ طيب الكونسترينت رقم ثلاث رح نحكي عنه اللي هو اليونيك. ركز معي شو يعني يونيك. يونيك معناته إنه هذا الكولوم ممنوع التكرار فيه، قيم الكولوم هذا ممنوع التكرار فيه. أعطي مثال عليه زي هون دي نيم فار كار 15 يونيك، هاي اقتبسنا جزء من الكود. اوكي، انا حتى نفرجيك انه الدي نيم هو نوع فاركار 15 وكمان شو حكيت عنه يونيك، معناته قيم هذا الكولوم ممنوع تتكرر. فلو حاولت انت تدخل تابل جديد على هذا التابل، اوكي، وكانت قيمة الدي نيم موجودة اصلا في التابل، فبرفض عملية الادخال. فانا بدور على تبل تكون قيمة الدي نيم له غير مكررة، تكون غير مكررة. هاي فكرة اليونيك، هاي فكرة ايش اليونيك الموجودة عندنا. طبعا بدنا ننتبه لنقطة مهمة انه يونيك معناته لاحظ نو ايدنتيكال نون نال فاليوز، يعني ممنوع التكرار لقيم ايش نون نال، لكن ممكن يكون عندنا نال موجود اكثر من موجود في اكثر من موجود بهذا الكل. النل يعني عادي ممكن انه تلاقي اكثر من خليه بدون قيمه. فاليونيك فقط بتحكي ممنوع التكرار، بس ما بتحكي انه ما في نل، ممكن يكون فيها نل عادي، ما في عندنا يعني اي مشكله بهذا الخصوص. فبالتالي اليونيك هي بس دلاله على انه ممنوع تكرار القيم للكولوم المقابل لإلي، لكن ممكن يحتوي على نل، يعني ممكن تلاقي كل هذا الكولوم نل عادي ما في عندنا مشكلة. طبعا لا تنسى نل هي ليست قيمة وإنما دلالة على إنه الخلية هون فارغة لا تحتوي على قيمة معينة. وضحت الفكرة؟ هاي النقطة ملاحظة مهمة لازم نحكيها على الكونسترينت يونيك. ملاحظة الثانية المهمة لازم أحكيها على اليونيك، شو بذكرك اليونيك؟ بذكرك إذا بتتذكروا بإشي سميناه secondary key أو مفتاح ثانوي أو candidate key، فهو ممكن يدلل لي على secondary key أو على candidate key. فممكن أني أنا أجي أقول لك بالامتحان أعطيك هذا الكود أقول لك استخرج candidate key أو استخرج secondary key، فأنت شو بتعمل؟ بتدور على constraint unique، بتدور على attribute الذي انا معطيه ايش معطيه اليونيك كونسترينت. فهون على طول اجابتك شو بتقول؟ التايتل. التايتل هو ايش؟ هو يمثل السكندري كي، بيمثل لي سكندري كي. وضحت الفكره؟ فاذا الملاحظه الثانيه لازم نعرفها على اليونيك انه هو يدلل على السكندري كي، يدلل على السكندري كي.
الملاحظة الثالثة لازم نحكيها على اليونيك، وهي بتتشابه مع بقية الكونسترينت، انه ممكن اني انا امثل اليونيك كونسترينت طريقتين. الطريقة الاولى هاي اللي احنا شايفينها بتكون مع الديفينيشن لمين؟ للكولوم. لاحظ انا قلت له دي نيم فار كار 15 يونيك، تمام. مثال اخر هون تايتل فار كار 50 يونيك. هاي الطريقه الاولى في تمثيل الكونسترينت. الطريقه الثانيه في تمثيل الكونسترينت وهي انك انت تستنى لتنتهي من بناء كل الكولومز، بعدين بتتفرغ لايش؟ لبناء الكونسترينت. زي المثال هذا، خلينا نفرجيك هذا المثال. لاحظ انا هون create table graduate، خلصت بناء كل الكولومز، بس ذكرت له اسم الكولوم والداتا تايب له. بعد هيك تفرغت لمين؟ تفرغت للكونسترينت. هاي الملاحظه الثالثه تشترك فيها كل الكونسترينتس، انه ممكن امثل الكونسترينت طريقتين. الطريقه الاولى انها تكون ان لاين مع الديفينيشن لا لا الاتريبيوت للكولوم نفسه، او انه استنى لنهايه كل بناء كل الكولومز، بعد هيك بذكر مين؟ بذكر طبعا بذكر الكونسترينت الموجوده معي بما فيها اليونيك. طبعا لاحظ هاي في لها استخدامات، وانا بفضل اني استخدم الطريقه الثانيه في تمثيل الكونسترينت. ليش؟ اول شيء الريدابيلتي تبعتها عاليه، يعني خلص عارف وين مكان الكونسترينت. يعني اذا انت رجعت لكودك مره ثانيه بتنزل لاسفل التيبل وتشوف شو الكونسترينت الموجوده معك واللي انت كاتبها، صح؟ فبالتالي الريدابيلتي عاليه هاي من جهه. من جهه ثانيه تقدر انك تمثل انت لاحظ اليونيك المعقد. يعني اذا على سبيل المثال كل امثلتي السابقه كانت تمثل لي انه الكولوم واحد هو عباره عن يونيك. طيب لو كان عندنا كومبينيشن من الاتريبيوت هو يونيك، زي المثال هون لو لاحظنا انه النيم والادرس مع بعض هم يونيك، الزوج هو يونيك اتريبيوت، ممنوع التكرار على مستوى الزوج. هذا ما بقدر امثله بالطريقه الاولى، صح؟ لانه الطريقه الاولى بدك تحط هون يونيك هون يونيك، غلط، بصير كل واحد منهم ايش؟ هو يونيك اتريبيوت. بس انا لا، انا بقصد في ايش؟ امثل الزوج هو ايش؟ ممنوع تكرار قيم الزوج، او لازم الزوج هو يكون يونيك اتريبيوت. فانا قدامي الحل الثاني او الطريقه الثانيه هي الوحيده للتمثيل زي ما حكينا الكونسترينت المعقده. يونيك بين قوسين نيم فاصل ادرس، شو بفهم منها هاي؟ بفهم منها انه الزوج بين النيم والادرس هو ايش؟ اليونيك اتريبيوت، ممنوع التكرار على مستوى الازواج هون، مش على مستوى الافراد، صح؟ مستوى الازواج من الاتريبيوت. فهاي الملاحظه الثالثه المهمه لليونيك، وزي ما حكينا هي بتتشارك مع بقيه ايش؟ الكونسترينت. راح تلاحظ ان الكونسترينت الجايه اما اني انا بحطها بعد ديفينيشن او بحطها ايش؟ في نهايه البناء التيبل، وانا بفضل الطريقه الثانيه افضل. طيب ممتاز دكتور، بس بسيط، بس الطريقه اللي العمل فيها كومبوزيت كي، نحط برايمري كي بدنا نفتح بين قوسين نحط الاتريبيوت اللي بدي اياها تكون بالكومبوزيت كي. نعم نفس الشيء زي ما حكينا، هاي ممكن كمان تزبط الطريقه الثانيه للبرايمري كي ولبقيه انواع الكونسترينت، وهيك افضل. زي ما قال زميلكو، كيف بدي امثل انا كومبوزيت برايمري كي؟ بمثلها بالطريقه الثانيه، وانا هاي زي ما حكيت برتاح لها وقت ما اعمل برمج، برتاح للطريقه الثانيه للريدابيلتي عاليه لتمثيل العلاقات او تمثيل الكونسترينت المعقده. فبالتالي بعتمد الطريقه الثانيه طيب على طول دائما. طيب راح نشوف الان في بقيه ايش الكونسترينت زي البرايمري كي. خلينا ناخذ الكونسترينت البرايمري كي، هذا المثال الثالث على الكونسترينت البرايمري كي. وهون زي ما بنعرف انه اي تيبل لابد انه على الاقل يحتوي برايمري كي واحد، لا اجباري يعني واحد فيش غيره، اكزاكتلي 1 برايمري كي. عشان هيك انا لابد انه يكون في عندي كونسترينت يحكي لي انه هذا الاتريبيوت هو البرايمري كي. شو اسم هذا الكونسترينت؟ اسمه مباشر برايمري كي. فمثلا هون بالمثال عندي الدي نمبر نوعه انتجر وهو بنفس الوقت برايمري كي، انا لاحظ شو كتبت بجنبه برايمري كي. فهيك اشرت انه لهذا التيبل، انا اقتبسنا جزء من التيبل هذا، انه هذا التيبل البرايمري كي له هو الدي نمبر. اوكي، مثال اخر لاحظ هذا اللي هون مثلا كرييت تيبل بوك،
لاحظ الاي اس بي ان نوعه كاركتر 15 وهو البرايمري كي، لاحظ ما في عندنا برايمري كي اخر بس هو واحد، يعني بدنا ننتبه لنقطه معينه انه البرايمري كي يكتب مره واحده داخل التيبل كود، يعني مستحيل تلاقي الكونستنت برايمري كي اكثر من مره مكتوب. ليش؟ لانه فقط عندنا برايمري كي واحد. هاي نقطه لازم احنا نعرفها. وبالتالي الاي اس بي ان هون هو ايش؟ البرايمري كي عندهم. طيب نرجع زي ما قال زميلكم، في عندي كومبوزيت برايمري كي، كيف بمثله؟ مش تغلط وتكتب برايمري كي لكل واحد من هون، لا، ما فيش عندنا الا نستخدم الطريقه الثانيه في التمثيل، وهي انك انت تنزل للاسفل وتكتب البرايمري كي بين قوسين تكتب مين؟ الكومبوزيت كومبوزيت برايمري كي. زي المثال هذا، انتبه على هذا المثال، لاحظ كرييت تيبل ورك اون، لاحظ انا هون قلت له بنيت الكولومز، بعد هيك صرت ابلش بالكونسترينت الموجوده عندي. شو قلت له؟ برايمري كي بين قوسين الاي اس اس ان باس للبي نمبر. فانا شو بفهم منها هاي؟ بفهم انه الزوج بين الاي اس اس ان والبي نمبر هو البرايمري كي. اوكي؟ هو الزوج هو البرايمري كي، مش كل واحد منهم برايمري كي. فلاحظ الطريقه الاولى فشلت في تمثيل البرايمري كي هذا، صح؟ فيش قدامنا الا الطريقه الثانيه. عشان هيك انا بنصح دائما استخدم الطريقه الثانيه، لانه الريديبيليتي اعلى، تمثيل العلاقات يكون اسهل بكثير، او تمثيل عفوا الكونسترينت اسهل بكثير. وضحت الفكره؟ هون مثلا لو جينا قلت لك شو البرايمري كي للديبندنت، بتقول لي البرايمري كي للديبندنت هو اتحاد بين الاي اس اس ان والديبندنت نيم. الديبندنت نيم، هاي الملاحظه الاولى اللي راح نحكيها عن مين؟ عن البرايمري كي. فلاحظ انه فقط عندنا كلمة برايمري كي واحدة لكل تيبل، مستحيل تلاقي أكثر من كي وورد، يعني أكثر من مكان مستخدم كي وورد برايمري كي. أوكي؟ طيب الملاحظة الثانية إنه بدنا نحكيها إنه البرايمري كي شو يعني؟ إله معنى. معناته إنه قيم البرايمري كي ممنوع يكون فيها تكرار وممنوع يكون فيها نوت نل. يعني خلينا نحكي انها تكافئ الكي وورد البرايمري كي، شو تكافئ؟ تكافئ النوت نل واليونيك مع بعض، متحدين مع بعض. وبالتالي البرايمري كي لحالها تعني انه نوت نل وتعني يونيك، يعني ممنوع التكرار في قيم البرايمري كي وممنوع النل بالبرايمري كي في قيم البرايمري كي. اوكي؟ فبالتالي هي تحمل معنيين، انه ممنوع انك تكرر قيم هذا الكولوم وممنوع يكون نل داخل هذا الكولوم. وضحت الفكره؟ الملاحظه الثالثه اللي بدنا نحكيها زي ما حكينا، هو بدللنا على البرايمري كي. يعني انا ممكن بالامتحان اجيب لك كود، الكود التالي كرييت تيبل ديبارتمنت، اقول لك استخرج برايمري كي منه، بتقول لي البرايمري كي هو دي نمبر. طب استخرج سكندري كي، زي ما حكينا بندور على اليونيك، بتقول لي شو؟ الدي نيم. وضحت الفكره؟ فمن الضروري نميز ما بين البرايمري كي وما بين اليونيك. البرايمري كي دلاله مباشره انه هذا الاتريبيوت هو المفتاح الرئيسي، ممنوع التكرار فيه، ممنوع النل فيه. طيب اليونيك هو دلاله مباشره على انه هذا سكندري كي. طب شو بيحمل معنى؟ ممنوع التكرار فيه، ممكن نل، ممكن نل، لكن ممنوع التكرار يكون موجود عندنا باليونيك. وضحت الفكره؟ فمن المهم انه نعرف شو دلالات هاي كونسترينت، لانه احنا قاعدين بنمثل مفاهيم موجوده داخل ريليشنال داتا موديل، بدي اترجمها على ارض الواقع. لابد انه نعرف البرايمري كي كونسترينت اللي بقابل البرايمري كي، طب السكندري كي شو بقابله؟ يونيك. وضحت؟ وهسه بنشوف الفورين كي شو بيمثله وبقيه الكونسترينت. طبعا الان بما ان اخترت هون بالمثال الدي نمبر هو البرايمري كي، معناته كل الكونسترينت اللي حكينا عنها، الكي كونسترينت، الانتيتي انتجريتي كونسترينت، لها علاقه بالدي نمبر، ما لها علاقه بالدي نيم. الدي نيم حطيته از سكندري ايش؟ كي، معناته ما له علاقه بالكونسترينت اللي ذكرناها سابقا اللي هي الانتيتي انتجريتي وال صح؟ وايش؟ والكي كونسترينت. ممتاز. الان ننتقل الى الكونسترينت الرابع او الخامس اللي هو التشيك كونسترينت. هذا التشيك كونسترينت خلينا نحكي
هو بمثابه الاف كونديشن بلغات البرمجه. ببساطه انت عندك كولوم معين، هذا الكولوم حاب يكون قيمه محصوره بين كذا وكذا، بين قيمه معينه وقيمه كذا وقيمه معينه، زي ما شفنا في المحاضره السابقه الجي بي اي، يعني الجي بي اي لازم يكون محصور بين الصفر مثلا وال 4.2. طب هاي كيف بقدر اعملها؟ بدنا اف كونديشن. طب شو الاف كونديشن موجود بالاس كيو ال؟ اللي هو التشيك كونسترينت. فاذا التشيك كونسترينت هو بمثابه الاف كونديشن داخل الاس كيو ال. طب كيف بيشتغل؟ بيشتغل كالاتي، نفس الطريقه، اما بيكون مع الديفينيشن للكولوم او بيكون بالاسفل، تحر تستخدم هاي الطريقه وهاي الطريقه. خلينا نشوف مثال. لاحظ انا الدي نمبر هذا نوع انتجر، ماشي؟ الان اعطيته كونسترينت نوت نل، وبنفس الوقت اعطيته كونسترينت اثنين، يعني تو كونسترينت عليه، نوت نل فراغ تشيك. لاحظ هون ملاحظه مهمه، اذا كان عندنا كولوم فيه اكثر من كونسترينت تكتبهم جنب بعض بس تفصل بيناتهم عن طريق سبيس. فراغ نوت نل فراغ تشيك، هون اعطيته تو كونسترينت لمين؟ للدي نمبر. الان كيف بيشتغل التشيك؟ التشيك بين قوسين تذكر له الشرط اللي بدك اياه. الشرط احنا زي ما بنعرف ممكن يكون كولوم اقارنه مع قيمه، اوكي، وممكن يكون زي المثال هذا، خليني افرجيك اياه، تشيك ممكن اقارن كولوم مع كولوم مع كولوم اخر مع كولوم اخر، اوكي. فاذا الشرط تقدر تتلاعب فيه، ممكن يكون كولوم تقارنه مع قيمة أو كولوم تقارنه مع كولوم آخر. هاي الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، ممكن التشيك يحتوي على أكثر من شرط. لاحظوا الشرط الأول وشرط الثاني شو بربط بيناتهم عن طريق الأند. إحنا بنعرف اللي بربط بين الشرط أو الجمل الشرطية اللي هو الأند والأور، حسب الطريقة المستخدمة أو حسب المعنى اللي أنت بدك إياه، صح؟ فبالتالي انا شو قلت لهم؟ بدي الدي نمبر يكون اكبر من صفر والدي نمبر اقل من 21. معناته هذا الكولوم، شو معناته هذا الحكي؟ معناته الكولوم اللي اسمه دي نمبر لازم تعطيه قيمه انتجر، ولازم تعطيه قيمه، ممنوع النل فيه، ولازم تكون القيمه اللي تعطيها هي بين الصفر وال 21. هيك معنى الكونسترينت الموجوده معي، اوكي، على الدي نمبر. نعم تفضل البراء. دكتور طب شو الفرق بين التشيك كونسترينت والدومين كونسترينت؟ التشيك كونسترينت ممتاز، سواء ممكن يكون ولا ممتاز. لاحظ الدومين كونسترينت اللي بتمثله بالتايب، الداتا تايب، تعطيني فقط خلينا نحكي مجال معين، اوكي، واسع للقيم، مجال معين واسع للقيم. يعني زي شفنا الجي بي اي قلت له بدي نمبر 3.2، فهو اعطاني مجال للقيم صحيح بس واسع فضفاض شوي، يتراوح بين الصفر والعشره. طب انا لا، بدي احصر هذا، ايش؟ احصر المجال هذا، فما علي الا استخدم التشيك. فالتشيك تعطيني مجال للقيم اضيق شوي، اوكي، او خلينا نحكي فيه خصوصيه اكثر، صح؟ فالدومين، صح، بنتمثل بالداتا تايب، بعطيني مجال لقيم عامة بشكل عام فيها فضفاضة، صح؟ لكن إذا بدك تخصصها أو تضيق المجال تستخدم، تضطر للتشيك، تستخدم التشيك، أوكي؟ فهو يعني خليني نحكي عامل مساعد يساعد الدومين كونسترينت المتمثل بالداتا تايب في تحديد القيم بشكل أدق، تحديد القيم بشكل أدق، أوكي؟ مثال اخر على التشيك. لاحظ انا هون شو قايل له، شو قايل له؟ انا داخل تيبل الجراجويت، في عندنا الديجري. الديجري اما تكون درجة العلميه يا بكالوريوس يا ماجستير يا بي اتش دي. فانا هون اجبرته بالتشيك، لاحظ قلت له هذا التشيك لازم يكون ايش؟ اما تكون قيمه هاي الديجري يا هاي يا هاي هاي. اذا حاول اليوزر يدخل اي واحده منهم غير واحدة من هذول الثلاث راح يعطي ايرور، لازم تعطيه بنفس السبيل حتى يقدر ايش انك انت يكون هاي القيمة صحيحة، تكون هاي القيمة صحيحة، صح؟
يعني انا مثلا بهذا كيف بدي امثله بالابلكيشن اللي بدي ابنيه؟ بدي امثله بليست، يعني لازم احط له ليست لليوزر حتى يدخل واحده من هذول الثلاث. ما بقدر صح؟ يعني ما بعطيه تكست بوكس يسجل صح؟ فهاي الفكره من التشيك، فهو فقط حددت له مجال معين من القيم، لاحظ ضيقته بشكل كبير لثلاث ايش؟ لثلاث سترينجز. مثال اخر، لاحظ هون اللي تشيك قلت له بدي الجي بي اي يكون اكبر او يساوي 2.0 اند الديجري بكالوريوس. انا لاحظ هون شملت اكثر من ايش؟ اكثر من كلهم مع بعض. لاحظ اصبح انه اكثر من كلهم مع بعض، حطيت لهم مع بعض ايش؟ تشيك. فعشان هيك هذا التشيك وين؟ مش مرتبط مع كولوم معين، استنيت لخلصت بناء الكولومز بعدين كتبته تشيك. هاي هسه بحكي عنها، اتركوها شوي. السون انه فكره التشيك مالها انه ربطت اكثر من كولوم مع بعض، فما بينفعش اني استخدم الطريقه الاولى اكتبها فوق خلص جمعهم تحت صح. فأنا عشان هيك بقول لك الطريقه الثانيه انك تستنى اسهل بكثير، تسهل عليك بناء الكونستنتس المعقده. الجي بي اي اكبر من 2 اند الديجري يساوي بكالوريوس. انا اعطيت شرطين لكلهم الديجري وكلهم الجي بي اي في تشيك واحد، اور الجي بي اي اكبر من 2. وهي كمان مثال انه بيقدر انك تربط اكثر من شرط مع بعض. ممتاز، وضحت فكره التشيك؟ نعم. بس في كان مره مكتوب ان مره علامه مساواه، يعني في الثنتين نفس الشغل بين مين ومين؟ ديجري ان بلش اكتب مره ديجري ايكوال. بالضبط، الان هاي اداه رح نتكلم عنها في تشابتر 7 اوكي. يعني هي بتشتغل مع ليست اوف فاليوز، خلينا نحكي تشتغل مع ليست اوف فاليوز. الايكوال بتشتغل مع قيمه واحده. طيب اذا بدك تشتغل مع ليست اوف فاليوز بدك تستخدم الان، رح نحكي عنها بالتفصيل في الشابتر السابق، في عفوا في الشابتر الجاي ان شاء الله. فهي اداه بتشبه الايكوال لكن هي بتشتغل مع جروب اوف فاليوز، راح نحكي عنها بالتفصيل فيما بعد. ممتاز، بس خذوا فكره التشيك، خذوا فكره التشيك شو هدفها. ممتاز، اذا وصلنا لحد الان حاكين عن التايب النوت نال اليونيك البرايمري كي للتشيك. بس بدنا نحكي ملاحظه مهمه انه ممكن اني انا لاي كونسترينت شو ما كان نوعه اعطيه اسم، زي ما انا عملت هون، راح شو عملت؟ اعطيته اسم لهذا، هذا الكونسترينت اعطيته اسم، شو قلت له؟ كيورد. كيف بدك تعطي اسم لكونسترينت معين؟ بتحكي له كونسترينت فراغ، تكتب اسم الكونسترينت، هاي اي سي 12 اسم انت حر فيه، نيم، اوكي ايدنتيفاير. فانا سميت هذا الكونسترينت باسم معين، سميته باسم معين، اوكي؟ فانت هون يعني شو الفائده من هذا الشيء؟ بصير انك تتعامل بينك وبين زملائك شغالين في الجروب باسم هذا الكونسترينت، بصير عندك عمليه سهله صح، بصير تتعامل معه بعمليه سهله. والله انا اليوم اشتغلت كونسترينت اسمه اي سي 12، بكره ان شاء الله بدنا نعدل عليه. فانت هيك بتصير تعمل المينتيننس له بشكل سهل وسلس، بصير التعامل معه بالمسميات احسن. هاي نقطه. نقطه ثانيه، يعني حلو انك كمان تعطي اسم للكونسترينت حتى تقدر انك تعمل له انيبل وديسيبل فيما بعد. لاحظ هذا الكونسترينت نفسه ممكن ان اعمل له انيبل وديسيبل بهي الطريقه. لاحظ التر تيبل جراجويت ديسيبل كونسترينت اي سي 12، طبعا هذا راح نحكي عنه بالتفصيل ان شاء الله. التر بس ناخذ امر التر بعدين، تعديل، تعديل عدل تيبل جراجويت، شو بدنا نعمل؟ ديسيبل عطل كونسترينت اللي اسمه اي سي 12. فلاحظ لو كان الكونسترينت ما له اسم ما بتقدر تعمل له ديسيبل وانيبل. فهي فائدة أخرى كمان إنك تعطي الكونسترينت اسم. لاحظ هون رجعت فترة من الفترات رحت عدلته alter table graduate enable constraint IC 12. وممكن تربط الانيبل والديسيبل بتايم بلحظة معينة، بفترة مثلا فترة معينة مسموحة للطالب إنه يعمل شيء معين تسمح هذا الكونسترينت. فهي ايش؟ تكون مربوطة بتايم معين. فهذا الحلو إنك كل كونسترينت تعطيه اسم للريديبيليتي وحتى تقدر تتعامل معه فيما بعد. اوكي؟ فلاحظ انا هو مثلا هذا اليونيك ما اعطيته اسم، ما بقدر اني اعمل له انيبل ديسيبل، ما لهوش اسم. صح؟ لكن هذا نعم له اسم،
بقدر الآن أتعامل معه بكل أريحية، في له ايدنتيفاير بعرفه، ويمكن من خلاله بقدر إني أنا أستخدمه. ممتاز، وضحت الفكرة؟ ممكن نعمل ديسيبل و انيبل كولوم معين او اتريبيوت يعني، ولا لازم نحذفه من التيبل؟ نعم، لاحظ انك تعمل انيبل ديسيبل لكلهم ما لهاش معنى، احنا بدنا نعمل انيبل ديسيبل اكشن، صح؟ الكونسترينت هو اكشن، هو شرط، هو قيد، لكن انت بتقصد فيه مثلا انت ما بدك كولوم معين بلحظه من اللحظات، اصبح على سبيل المثال انه الادرس بطل مهمه لتيبل الستودنت، شو بدي اعمل فيه؟ بطلت مهمه كولوم الادرس، فشو بنعمل؟ نحذفه، نستخدم شيء اسمه دروب. اوكي، نستخدم شيء اسمه دروب، راح نحكي عنها فيما بعد. اذا بدك تعدل على ستراكشر الداتابيز بحذف دروب، بتعديل التر، راح نحكي عنه بالتفصيل ان شاء الله المره الجايه. بس انت كل معين يعني ستراكشر معين او داخل الداتابيز بدك تحذفه ديليت او التر، لكن اكشن زي الكونسترينت بدك انت تعمل له انيبل وديسيبل، تستخدم الالتر تيبل لتعمل انيبل وديسيبل. وضحت الفكره؟ هاي الفكره اللي احنا بدنا نمشي عليها. طيب الان نيجي لاخر كونسترينت راح نحكي عنه وهو الفورين كي. كيف انا بدي امثل الفورين كي؟ كيفيه تمثيل الفورين كي؟ لتمثيل الفورين كي انا بستخدم keyword references لتمثيل اي فورين كي انا بدي اياه. اوكي، زي المثال التالي، لو لاحظت انه في عندي الاس اس ان هو عباره عن فورين كي، عباره عن مرجع، فانا شو قلت له هون؟ اس اس ان نوعه كار 9 references student. شو معنى هذا الحكي؟ معناته انه الاس اس ان هو فورين كي بيأشر على تيبل الستودنت، على تيبل الستودنت. اوكي، وبالتالي الريفرنسز هاي تشير لمين؟ للفورين كي. وزي ما حكينا ممكن الفورين كي انه نفسها زي بقيه الكونسترينت تكتبها نفس مع مين؟ مع الديفينيشن للكولوم، او مع ايش؟ تستنى لنهايه التيبل لكتابه او توضيح الفورين كي. فلاحظ انا هون قلت له فورين كي بين قوسين، لاحظ كورس نمبر والسكشن نمبر، في عمليه هون معقده مركبه لمين؟ انه هذا الفورين كي هو مركب ومعقد، فانا ما بقدر استخدم الطريقه الاولى، استخدم الطريقه الثانيه، وقلت الزوج ما بين الكورس نمبر والسكشن نمبر هو فورين كي، صح؟ كزوج فورين كي بيأشر على السكشن، بيأشر على السكشن. وضحت الفكره؟ فهيك انا لو جيت سالتك سؤال قلت لك كم فورين كي عندي هون موجود بهذا التيبل، بتقول لي اثنين. طب كيف عرفت؟ بتعد الريفرنسز، بتعد الريفرنسز كي وورد. كم ريفرنسز كي وورد؟ واحد اثنين، فبحكي عندي انا ايش هون؟ تو فورين كي، تو فورين كي. وضحت الفكره؟ الاول هو الاس اس ان والثاني هو الزوج ما بين الكورس نمبر والسكشن نمبر. طيب ممكن اذا دققت شويه تحكي لي طيب او الاس اس ان هو مرجع، طب وين المصدر تبعه؟ بقول لك حسب الكود عندي هون هو تيبل ستودنت. طب مين بالتحديد داخل؟ شو الكولم بالتحديد داخل الستودنت؟ فهون انا مفروض اوضحها بكتابه الكود، يعني المفروض هاي تكون كالاتي، يعني اقول له اس اس ان فرانسيس ستودنت بين قوسين، يعني المفروض اكتب له هون بين قوسين اس اس ان. هذا شو الاس اس ان؟ هو البرايمري كي للستودنت، صح؟ هو البرايمري كي للستودنت، بس خليني اضبطها. فهيك مفروض تكون، هيك الاصل تبعها، انه تقول لي هون هو عباره عن المصدر تبعه هو مين؟ الستودنت. الاس اس ان هي مرجع بتاشر على تيبل ستودنت، وبالتحديد كولوم الاس اس ان الموجود داخل الستودنت. بس هو ليش هون حذفها او عملها اومت او جاهلها؟ لسبب رئيسي، وهو ايش؟ انه للصدفه هون للحظ انه المرجع له نفس اسم المصدر،
فبقول لك إذا كان المرجع نفس اسم المصدر فما في داعي إنك تكتب بالتحديد، خلاص بإمكانك إنك تذكر اسم التيبل بكفي هذا. أوكي، نفس الفكرة هون، شو عمل لك؟ قال لك foreign key course number fastly section number references section، ما حكى لك بالتحديد على مين بأشر. ليش؟ لأنه معروف ضمنا إنه المصدر هو نفس اسم المرجع، فبالتالي أنا بدور على الكورس نمبر والسكشن نمبر الموجودين داخل السكشن حتى أعرف مصدر هذا المرجع. وضحت الفكرة؟ لكن زي ما حكينا بالعادة مفروض تكون بهذا الشكل، تحكي له المرجع والمصدر مع بعض، المرجع والمصدر مع بعض. زي المثال هذا، خلينا أفرجيك هذا المثال للتوضيح. هون شو قلت له؟ foreign key، foreign key D number references department D number. قلت له الفورين كي اللي اسمه D number هذا بيأشر على تيبل الديبارتمنت، وبالأخص على كلهم اسمه D number. وضحت الفكرة كيف؟ وبالأخص على كلهم اسمه D number. نفس الفكرة هون، super SSN references على الامبلوي وبالأخص على SSN. فهون لاحظ كان اسم الفورين كي بيختلف عن اسم البرايمري كي اللي بأشر عليه، فهون وجب عليك انك ايش تحدد المرجع وتحدد المصدر معه بالتحديد. اوكي، مثال اخر، فورين كي مانجر اس اس ان ريفرنسز امبلوي اس اس ان، يعني بيأشر المانجر اس اس ان على الاس اس ان موجود داخل الامبلوي، داخل الامبلوي. وانا بفضل التحديد افضل، التحديد افضل، سواء كان المرجع له نفس اسم المصدر او مختلفين بالاسم. طيب، فهون فورين كي دي نمبر ريفرنسز ديبارتمنت دي نمبر، نفس الفكره. لاحظ انا عندي هون فورين كي اي اس اس ان ريفرنسز امبلوي اس اس ان، والفورين كي بي نمبر ريفرنسز بروجكت بي نمبر. انا هون ممكن اجيب لك سؤال، كم بالورك اون، اذكر البرايمري كي واذكر الفورين كي، وتقول لي البرايمري كي هو الزوج بين الاي اس اس ان والبي نمبر، والفورين كي هم اثنين، الاي اس اس ان والبي نمبر. اوكي، هون مثلا لو قلت لك مين البرايمري كي ومين الفورين كي، فبامكانك تجاوبني انه الزوج اي اس اس ان وديبندنت نيم هو البرايمري كي، والاي اس اس ان لحالها هي الفورين كي. ممكن اقول لك هون استخرج فورين كي برايمري كي وسكندري كي، البرايمري كي دي نمبر، سكندري كي دي نمبر، فورين كي مانجر اس اس ان. وضحت الفكره؟ طيب الآن راح يفصل الزوم، يا ريت الكل يرجع يدخل مرة ثانية على رابط الزوم. نعم، فهيك نشوف قدرنا نمثل الفورين كي في أي بناءنا لأي تيبل معين. طيب الآن نيجي لنقطة مهمة، وهي انه مشكله الريفرنشال انتجريتي كونسترينت. لانه اي فورين كي انا بمثله وبعبره لازم، اخذنا قاعده تكون قيم كولوم الفورين كي مالها تكون جاي من المصدر، لازم المرجع يتوافق مع قيم المصدر، والا راح يعطيني ايش؟ ايرور، صح؟ مش هيك احنا حكينا؟ طيب خلينا بس اذكرك بالمشكله. ليش بدي اذكرك بالمشكله؟ لانه سابقا كانت إذا صارت عندنا مشكلة الريفرنشال انتجريتي كونسترينت، شو كان ردنا؟ إنه العملية مرفوضة. إذا بدي أحذف مصدر وفي مرجع بيعتمد على هذا المصدر، كانت العملية مرفوضة. الآن مع وجود الـ SQL أصبح لا، في هناك حل لهاي المشكلة. إذا أنت اضطريت تحذف المصدر لسبب معين ومقنع، فالـ SQL بتعطيني حلول. فالآن أنا راح نكتب مثال نفرجيك المشكله اللي نقع فيها من وراء الريفرنشال انتجريتي كونسترينت، وكيف الاس كيو ال بتقدم لي حلول لها، كيف الاس كيو ال بتقدم حلول لها، بدل ما احنا نرفض العمليه وبس. لا، هون ما راح نرفض، راح نمشي بالعمليه اللي بتسبب الريفرنشال لكن مع حلولها. خلينا نطرح هذا المثال ونشرح عليه. بس خليني افتح الملف. الملف الموجود معي وهو كالآتي،
خليني أفتحه. أيوة نعم، أيوة ممتاز. هذا مثال بوضح الفكرة. في عندي أنا تيبل الستودنت البرايمري كي للستودنت نمبر، وفي عندي الدي نيم هو فورين كي لمين؟ للديبارتمنت صح؟ والسوبر اي دي هي فورين كي للانستركتور. فأنا مثلا علي بدي أعرف شو الدائرة تبعته، معلومات عن الدائرة، بأخذ الفورين كي وبكملها من هون صح؟ هذا اللي احنا بنعرفه. نفس الفكرة، علي بدي أشوف مين مرشده، بروح بأخذ الرقم المشرف وبنزل على تيبل انستركتور بشوف مين هو مرشده. هذا اللي احنا بنعرفه. عشان هيك قيم الفورين كيز هون هذا المرجع لازم تكون جاي من المصدر. اذا لقينا قيمه مش موجوده في المصدر ريفرنشال انتجريتي كونسترين. نفس الفكره هون صح، لازم القيم هاي تكون جاي من المصدر. اذا لقينا اي قيمه من برا المصدر تعتبر مخالفه للريفرنشال انتجريتي كونسترين، وبالتالي اي عمليه ديليت او عمليه ابديت ممكن انها تسبب لي مشكله ريفرنشال انتجريتي كونستنت. فعشان هيك احنا بدنا نلاقي حلول بدل ما نرفض هاي العمليه نلاقي حلول. خلينا اعطيكم هذا المثال. على سبيل المثال جينا اضطرينا لسبب ما من الاسباب انه نحذف قسم السي اي اس هذا باللون الاحمر، لان بمجرد ما بدي احذف هذا التبل الدي بي ام اس راح يعترض ويقول لنا شو؟ انه في حدا بيعتمد عليه بالفعل زي احمد ومسجل في قسم السي اس، فانت ما بقدر احذف مصدر لمرجع. طيب فزي ما حكينا احنا مضطرين شو بدنا نعمل؟ في لسبب معين وقاهر هدف انه لازم نحذف هذا القسم هاي الدائره. طيب شو بدنا نعمل؟ فهون الاسكوال بعطيني حلول. حلول لمشكله الريفرنشال انتجريتي كونستمنت، انا مضطر هذا احذفه. طيب شو بدي اعمل هون؟ اذا حذفته بصير الاس اس مش موجود بالمصدر، فإله حل. وين الحل تبعه؟ بس بروح بجيبه من مين؟ من كود الدينام دي نيم. بروح على كود الدي نيم وبشوف الحل لإله. خليني اروح اشوف على الكود. لاحظ ايوه اعطيتك جزء، هاي تيبل كود الخاص بتيبل ستودنت. لاحظ هاي النقاط تدللك انه هون في كود، انا بس ايش؟ عملت فوكس على الكود اللي بهمنا، يعني عملت فوكس على الكود اللي بهمنا، هذا اللي بهمني، هذا بهمني. المشكله هون بالدي نيم صح؟ انا بدي اشوف هل الاسكول اعطتني حل ولا لا. لاحظ انا هون اثناء تعريفي للفورين كي الدي نيم قلت له هو ريفرنس للديبارتمنت، شو كملتها؟ ما وقفت، كملتها. شو قلت له؟ اون ديليت ست نل. شو معنى هذا الحكي؟ معناته اون ديليت ان حصل عنا مشكله الريفرنشال انتجريتي كونسترينت من جراء عمليه الديليت لمصدر في مرجع بيعتمد عليه، شو تستخدم الحل؟ ست نل. استخدم ست نل، هيك معناته. معناته انا بدي دائما اشوف اذا صارت عندي مشكله ريفرنشال هون من ورا ديليت بروح على كود الدي نيم، بروح على الكود اي كود اللي عنده مشكله، هذا هون مشكلته مش شلون المشكله، هون المشكله. فبروح على كود الدي نيم وبشوف هل الاس كيو ال اعطتني حل ولا لا. فانا رحت عليه هون قلت له فورين كي دي نيم ريفرنسز ديبارتمنت، هذا المكان. شو مكتوب هون؟ اون ديليت، معناته معطيني حل لمشكله الريفرنشال من جراء الديليت. شو الحل؟ ستنال. ممتاز. الان خلينا نتعرف على الحلول، خلينا نتعرف على الحلول. اول حل عندي ستنال. خلينا نحكي عن الحلول. في عندنا ثلاث حلول مؤهله تكون هون، في ثلاث حلول مؤهله تكون هون، رح نحكي عنهم بالتفصيل. اول وحده الست نل. شو المقصود بالست نل؟ بقول لك اذا جيت انت حذفت المصدر لقيت مرجع بيشتغل عليه مع وجود اون ديليت ست نل، الحل شو هو عندي هون؟ ست نل. معناته بدك تحذف المصدر احذفه صح، والحل البديل هو انك تخلي المرجع ست نل، خليها نل فراغ صح. هذا القسم بدك تحذفه احذفه، لكن احمد بيظل بدون قسم عبين ما ايش وقت ما احنا نحطه بقسم اخر. اوكي هيك معناتها يعني. فبالتالي الست نل
معناته بدك تحذف، نعم احذف، ما في عندنا مشكله، احذف المصدر. طب مشكله الريفرنشال شو بعمل؟ بحلها بني بستبدل القيمه تبعتها بالنل، هيك اختفت عندي مشكله الريفرنشال انتجريتي كونستنت. وضحت الفكره؟ هيك بكون ان انا ايش عمليه نفس الفكره. اذا حبيت اني احذف السي بي اي، السي بي اي في حدا بيعتمد عليه، طيب اذا بدك تحذفه معناته في عندنا مشكله هون، لانه لقينا يوسف بيعتمد على السي بي اي. طيب شو الحل؟ بروح على كولوم الدي نيم، كولوم الدي نيم هاي الكود تبعه، شو قايل لي؟ فورين كي دي نيم ريفرنسز ديبارتمنت دي نيم اون ديليت سيت نل، معناته ماشي احذف السي بي اي واي حدا بيعتمد عليه حطها نل مكانها وخلص، هيك بكون حلينا المشكله. وضحت الفكره؟ هذا اول حل من حلول المقدم لي اياها الاس كيو ال لحل مشكله الريفرنشال اللي بتيجي من ورا الديليشن، بتيجي من ورا الديليشن. ممتاز. طيب الان راح نرجع المشكله ونشوف الحل الثاني. هاي المشكله بدي ارجعها السي اس، وبعدنا بدنا نحذف هذا التبل. هون ما بدي استخدم ست نل، بدي استخدم الحل الثاني. شو هو؟ سيت ديفولت، سيت ديفولت، هذا الحل الثاني اللي بعطيني اياه الاس كيو ال. طيب شو بيحكي السيت ديفولت؟ انتبه علي شو بيحكي. بيحكي اذا بدك تحذف مصدر وفي مرجع بيعتمد عليه، ببساطه احذف المصدر ماشي اوكي، وبدل المرجع شو بتحط؟ القيمه الافتراضيه للدين، هيك معناتها حط القيمه الافتراضيه للدين. فانا بضطر ارجع على الكود مره ثانيه، بضطر ارجع على الكود، كود الاس كيو ال. شو هون شو قايل لي؟ اون ديليت سيت ديفولت، معناته اذا صارت عندي مشكله الريفرنشال من جراء الديليشن للمصدر، طيب اعمل الحذف من المصدر ما في عندنا مشكله، بس كيف نعالج المشكله؟ بانه تستخدم الديفولت لمين؟ للدي نيم. طب شو الديفولت للدي نيم؟ هيو من الكود نفسه، هيو الدي نيم فار كار الديفولت تبعها سي اي اس، القيمه الافتراضيه لها شو؟ سي اي اس. طبعا هاي الديفولت هو ايش؟ هو كونسترينت، كونسترينت بعطي قيمه افتراضيه لمين؟ لاي كولوم معين، بعطي قيمه افتراضيه لاي كولوم معين. اوكي؟ ديفولت سي اي اس. فانا هون على طول بقول له بدك تحذف المصدر احذف، ما فيش عندي مشكله، بس هون راح تسبب لي هاي مشكله، راح احذفها واحط الديفولت فاليو. شو الديفولت فاليو حسب الكود؟ سي اي اس. يعني بالعربي شو عملت؟ احمد القسم تبعه التغى فنقلته على قسم ثاني، هيك معناتها بالعربي. وضحت الفكره؟ هيك حليت مشكله الريفرنشال انتجريتي كونستنت. طيب الان عندنا الحل الاول ست نال، الحل الثاني ست ديفولت. الان بدنا نشوف الحل الثالث. شو الحل الثالث بيحكي لنا هون؟ اون ديليت، حل الثالث اسمه كاسكيد، اون ديليت كاسكيد. خلينا نشوف هذا الحل الثالث شو معناته، خلينا نشوف الحل الثالث شو معناته. راح ارجع المشكله واشوف كيف بحل لي اياها. راح ارجع المشكله، هيها المشكله، نرجع لنفس مشكلتنا، نرجع لنفس مثالنا. انا بدي احذف المصدر، طب في مرجع بيشتغل عليه، فانا على طول بروح اشوف بالكود الدي نيم شو معطيني حل. رحت على كود الدي نيم بالاس كيو ال، شو قايل لي هون؟ اون ديليت كاسكيد، معناته مستخدم حل الكاسكيد. طب شو معنى الكاسكيد؟ معناته بقول لك اذا بدك تحذف المصدر احذفه، ما في عندنا مشكله، بس جير عمليه الديليت لاي مرجع بيعتمد عليه. فاذا الكاسكيد هي عمليه تجيير، جير عملية الديليت، جير عملية الديليت. فبالعربي هون كأني أنا بقول لك تحذف المصدر احذفه، احذف السي اس واحذف كل الطلاب الموجودين داخله، هيك معناته. أنا هون مضطر أحذف هذا التبل لأني أنا مستخدم إيش؟ الكاسكيد. فعملية الديليت الواحدة أنتجت تو ديليشن أوبريشن، عملية الديليت الواحدة أنتجت لي تو أوبريشن من الديليت بالمثال هذا، لأنه مستخدم لي طريقة الحل الكاسكيد، جير عملية الدليل. احذف المصدر ماشي احذفه، بس احذف المراجع اللي بأشروا عليه، هيك طريقة حل مشكلة الريفرنشال. وضحت فكرة الكاسكيد؟ جير عملية الدليل، جير عملية الدليل. وضحت؟ طيب
هيك هذا اللي بنحكيه. فبتلاحظ انه هون كل فورين كي انا ببني لازم اقول له اون ديليت شو يعمل، اون ديليت شو يعمل. يعني اذا صارت عنده مشكلتي الريفرنشال من جراء الديليت شو الحل؟ الحل عندنا ثلاث، اما ست نال او ست ديفولت او كاسكيد، واحدة من هذول الثلاث ممكن انا الاقي له حل. اوكي وضحت الفكرة؟ طيب الان ممكن تكون زي ما ذكرنا بالبداية انه عملية الريفرنشال تتسبب من وراء ديليشن او من وراء ابديت، من وراء ابديت. لاحظ ممكن انا هون السي بي اي اعدلها، اقول انا السي بي اي هذا السي بي اي بدي اعدله، بدل ما يكون سي بي اي لحالها سي بي اي 1. بمجرد تعديلي هون اثر، عدلت على المصدر، تاثر مين؟ المرجع. انه هو بيعتمد على مين؟ بيعتمد على السي بي اي. طب هون يعني هي ببساطه يعني السي بي اي بطل موجود بالمصدر، في عندي سي بي اي 1 مش سي بي اي، صح؟ معناته السي بي اي هون ماله صار عندنا مشكله ريفرنشال انتجريتي كونستنت، صارت عندي مشكله ريفرنشال انتجريتي كونستنت. فنرجع نفس الحلول اللي موجوده بالديليت موجوده كمان للابديت. فبالتالي مفروض انه انت بالكود تاخذ بعين الاعتبار الديليت اون ديليت وان ابديت، صح؟ فبدك تاخذ بعين الاعتبار كمان الابديت. فانا هون مفروض اكتب له ايش؟ اون ابديت طريقه الحل. مثلا على سبيل المثال سيت نال، فهاي الطريقه بتحل لي مشكله الريفرنشال اللي صارت من وراء الابديت، وهاي الطريقه بتحل لي مشكله الريفرنشال اللي صايره من وراء الديليت. فبننتبه على اون ديليت والاون ابديت. اوكي فبالتالي انا هون برجع لمثالي هذا، عملت له تعديل، خليني هنا احطها باللون الاخضر. اوكي عملت عليه تعديل، مفروض هاي ايش تعمل؟ هاي تاثرت، صارت عندي مشكله ريفرنشال. فبرجع بشوف الحل، بشوف الكود للدينام، هاي يروح على كود الدينام. طب شو الحل للريفرنشال من وراء الابديت؟ ما بتطلع على الاون ديليت، بتطلع على مين؟ على الاون ابديت. الاون ابديت شو جاي معطيني حل؟ ست نل، معطيني ست نل. اوكي فانا على طول هون شو بقول له؟ عدل اللي بدك اياه، عدل على المصدر. اوكي وهاي شو بخليها؟ نل، حسب الحل الموجود معي، حسب الحل الموجود معي. وضحت الفكره؟ وضحت الاليه كيف؟ ونفس الفكره ممكن يكون سيت ديفولت، ممكن يكون كاسكيد. اوكي خلينا نشوف الديفولت عندي هون. الديفولت ديفولت عندي، خلينا ارجعها هاي سي بي اي. اوكي هاي رجعت المشكله. الان عملت تعديل على المصدر، بده يتاثر المرجع. طيب شو الحل؟ بروح على كود الدي نيم. شو جاي لي بالاون ابديت؟ سيت ديفولت. اوكي معناته هون بده يقول لي ماشي اعمل التعديل اللي بدك اياه، لكن شو كمان استخدم الديفولت فاليو. شو الديفولت فاليو للدينام؟ بروح انا هون ديفولت فاليو للدينام اللي هي سي اي اس، بروح انا بحكي له هون ايش؟ سي اي اس. وضحت الفكره؟ وضحت الاليه كيف احنا بنشتغل؟ لاحظ انا هون ممكن يكون انا عندي الابديت، لاحظ الحل اللي قدمته بالابديت ممكن يختلف على الحل اللي قدمته بالديليت، هذا عادي طبيعي ممكن تصير. اوكي وممكن انه الحل بالديليت يتشابه مع الحل من الابديت، هذا جائز بصير كمان معنا. وضحت الفكره؟ طيب لاحظ انا هون خلينا نحكي للتاكيد حاولت اني احذف هذا التبل مثلا، نجرب نعمل له حذف، خلينا نحلها مع بعض. هذا مصدر بدي احذفه، طيب في مرجع مين اللي بيعتمد عليه؟ تو تبلز هذول الاثنين بيعتمدوا عليه. طيب الان مشكله وين عندي؟ هون وهون.
يعني انا بدي احذف 2000، طب ما هو في اثنين بيستخدموا ال 2000. بدك ترجع لكود السوبر اي دي، المشكله هون، ارجع لكود السوبر اي دي، هيني رجعت له. ايوه فورين كي سوبر اي دي ريفرنسز انستراكتور انستراكتور اي دي. طيب شو قايل لي؟ بالاون ديليت سيت ديفولت. شو معناته؟ معناته اذا صارت مشكله الريفرنشال من ورا الديليشن، حذفت المصدر وصار بالمرجع مشكله، شو تستخدم الحل؟ احذف المصدر ماشي، والحل سيت ديفولت. المفروض هون الغي هاي واكتب الديفولت فاليو للسوبر اي دي. طب شو الديفولت فاليو للسوبر اي دي؟ هي بطلع الكود الديفولت فاليو له 2001، فما علي الا ابدلها ايش؟ ل 2001 2001 واحد. وهذا احذف خلص، هذا علي مثلا بده يستقيل، ما فيش عندنا مشكله، هذا المدرس بده يستقيل، يعني بالعربي هذا المدرس استقال، الطلاب اللي كانوا مشرف عليهم كلهم راح يتحولوا على مين؟ على كرم، راح يتحولوا كلهم على كرم. هيك معناها ستيت ديفولت. وضحت الفكره؟ نفس الفكره ممكن انها تكون ست ديليت اون ديليت ست ست نل او اون ست ديفولت او كاسكيد. وضحت الفكره؟ فالحل هذا هو لمين؟ موجه ل مين؟ موجه ل الموجه، خلينا نحكي ل للفورنكيز اللي عندهم مشاكل، موجه ل المراجع اللي عندها مشاكل. طيب الان انتبه لنقطه معينه، جيت انا نفس السؤال، رحت عدلت قيمه كرم على سبيل المثال، رقمه بدل 2001 حطيته 2004، شو صار عندي هون؟ صارت عندي مشكله. شو هي مشكله؟ خلينا نحطها باللون الاخضر، هاي تعديل، عمل التعديل باللون الاخضر. طب شو المشكلة الموجودة عندي هون؟ إنه كرم عدلت الاي دي تبعه ل 2004، طيب ما هو في عندنا حوالي ثلاث مستخدمين 2001، في ثلاث مراجع مستخدمين 2001، طب شو بدي أعمل؟ شو الحل؟ زي ما اتفقنا بنروح على كود السوبر اي دي ونشوف شو طريقة علاج مشكلة الريفرنشال من وراء الأبديت. خلينا نروح نشوف شو طريقة العلاج. هيها هاي السوبر فورين كي سوبر اي دي، وشو عامل هون؟ حاكي لي فقط على الاون ديليت، مش حاكي لي عن الاون ابديت. طيب شو بدنا نعمل هون؟ فاذا انا بدي اعمل تعديل، صارت عندي مشكله الريفرنشال انتجريتي من ورا التعديل، نفس الوقت الكود مش معطيني حل لمشكله الريفرنشال من ورا الابديت، معطيني مشكله الاون ديليت، ما بستخدم هاي، لا هاي لمشكله ريفرنشال مورا ديليت. طب المشكله من وراء الابديت مش موجوده عندي هون، شو معنى هذا الحكي؟ معناته ان العمليه مرفوضه، ما في لها حل، الكود ما اعطاني حل، فانا برفض هاي العمليه، بقول التعديل هذا غير ممكن، مستحيل اني اعمل تعديل لهذا الرقم، فانا بعمل اندو نهائيا، التعديل هذا غير ممكن. ليش؟ لان الكود او الاس كيو ال ما اعطاني طريقه لحل مشكله الريفرنشال من وراء الابديت، واعطاني حل لطريقه او اعطاني طريقه حل لمشكله الريفرنشال من ورا الابديت. هاي بدنا ننتبه لها، اون ديليت اون ابديت. فهون انا معطيني مجموعه امثله كمان بالكتاب، بدنا نتعود الان انه اي فورين كيز لازم تحكي له اون ديليت اون ابديت، اون ديليت اون ابديت. لاحظ ممكن زي ما حكينا الطرق الاون ديليت اون ابديت انها تتشابه زي هون، ممكن تختلف، عملية طبيعية ما في عليها مشكلة. وضحت الفكرة؟ راح نكتفي هون، خلصنا جملة كاملة، جملة الكرييت، راح ننتقل إن شاء الله من المحاضرة الجاية لجملة جديدة اللي هي جملة السلكت، اللي بتعمل استعلام عن معلومات معينة داخل الداتابيس.